نعم. ما رأيك فيما يسمى بالانتفاضة في فلسطين؟ وما حكم من يقتل فيها؟ وهل يجب على المسلمين هناك أن يدعموا هذه الانتفاضة بالمشاركة فيها؟ أنا موقف جوابي على هذا السؤال معروف من سنين. أنا أعتقد أن هذه الانتفاضة غير شرعية، وهي داخلة في عموم الكلام السابق، لأنه لم يستعد لها لا روحيا ولا ماديا. وخير الكلام ما قل ودل. يعني الآن الاحتلال واقع هناك، يعني لا يشرع مقاومة هذا الاحتلال، لا يشرع، لا يمكن، يجب. لكن أنت حصرت الموضوع في فلسطين. الذين في فلسطين ما يستطيعون أن يعملوا شيئا، لكن يجب على العالم الإسلامي نصرة الفلسطينيين، وهذا غير موجود. لكن أنت سؤالك محصور في الانتفاضة وفي الفلسطينيين، وهذا هو جوابي. وأنا لا فرق عندي بين الجهاد في أفغانستان وبين الجهاد في فلسطين، كل من الجهادين يجب تأييدهما. لكن عندي فرق كبير بين الجهاد في فلسطين إن كان هناك جهادا، وبين الجهاد القائم في أفغانستان. مع الأسف الشديد، كما نعلم، كان الطريق إلى عهد قريب بالنسبة لأفغانستان مفتوحا لإعانة أولئك المسلمين بالمسلمين الآخرين من كل بلاد الإسلام. كان الطريق مفتوحا، ولعله بدأ يضيق وقد يغلق. أما في فلسطين فهو مغلق بالكلية، فلا يمكن إمدادهم بما يجب إمدادهم به من الأشخاص أو السلاح. وعلى ضوء هذا الواقع المؤلم أقول أن الانتفاضة هذه في فلسطين لا تفيدهم شيئا إطلاقا، وإنما يعني يقتل يهودي فيقتل مقابله عشرات من المسلمين، غير الذين يسجنون وغير الذين يعذبون إلى آخره.